محدش يقرب لي. ها سامعين؟ نزل اللي في يدك دي يا ولد، نزل اللي في يدك قبل ما تضيع نفسك وتضيعنا معاك. اللهم يا شيخ لبلوم، لو حد لمسني هفشفشها في الارض، انا ما عنديش حاجه اخسرها. ما تخافش، انا عطيتك الامان. ابوس ايدك يا شيخ، البتاع دي اخر امل ليا في الدنيا. هملها يا شفيق، ما تخافش، ما حدش هيأذيك. هملها، انا اديتك كلمه، وكلمة الشيخ لبلوم سيف على رقاب كل اللبلين. ايه المعيالة دي يا شيخ لبلوب؟ انا غلطان برضه، حد يصغ في كلمة اسمها كلمة الشيخ لبلوب؟ انت مش كنت اديتني الامان؟ اديتك الامان بس خدته منك تاني. حلو يا شيخ لبلوب. امال لبلوب على لبلوب ما يلبش. لبلوب على لبلوب ايه بس؟ بلاش قلب البطن بقى يا جماعه. كان فكرك ايه؟ تغفل اللبليب، تضحك على اللبليب، تسرق اللبليب، تقرص اللبليب؟ لا، حكايه ان انا اقرص اللبليب دي ما كانتش في خيالي خالص الحقيقه. استغفر الله العظيم. انا يا شيخ، انا يا شيخ برضه ما بقتش قادر استحمل كل ده. يطلع منك انت بعد ما عيشناك وسطينا وقتلناك من زلطنا ورضعناك من لبن عنيزنا؟ ولا انا شربت امبارح ده كان لبن عنيزنا؟ واللي يشرب من لبن عنيزنا يبقى منينا؟ فبعد ده كله تاكل زلطنا وتسرقنا؟ انا ما كانش قصدي اسرقكم، وبالمناسبه ما كانش قصدي اكل من زلطكم، يعني انتوا اللي اجبرتوني اعمل كده. انا صحيح قعدت وسطكم هنا وانتوا عملتوا معايا الواجب وزياده. انا هربت من كل حاجه وجيت استخبيت هنا، لكن بصراحه الدنيا اسودت في عينيا قوي، ما بقاش عندي امل غير الصفاره. احاول ارجع بيها اصلح حياتي اللي باظت دي.